مساء الخير. أزول في الأول نلتقي بكم في هذا العدد الجديد من قاعدة محمدة. اليوم الجلسة نتاع الأولى غادي تكون متنوعة، غادي نبداوها بالرياضة، انتوشوا شوية أدب، لكن أيضا رايحين نتذكر يعني أحد القامات وأحد المناضلين الكبار اللي غادرونا يعني منذ أيام قلائل، وهو المناضل الوطني والمناضل اليساري صادق هجرس. صادق هجرس لهنا، إذن غادي يكون اليوم عليه حديث عن المسار نتاعو وعن العطاءات اللي قدمها، ونتعرفوا شكون هو صادق هجرس. لكن قبل كل هذا رايح نقدم الضيوف نتاعنا. أولا معي على يميني مهدي. أهلا حميدة، مرحبا بالمشاهد الكريم، مسرور أننا نناقش شيء كنا ناقشناه قبل اللي هو حاجة. وأيضا سيرافقني في النقاش على حدث مهم كنا تعرضنا عليه في الحصة أو حصص السابقة، وهي الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل. قاموا بعمل رائع جدا، وهو يعني مشي أو إلترا ماراثون في الصحراء، يسموه عبور الصحراء، 100 كيلومتر زائد 23 كيلومتر يعني سباق جري. هذا اللي غادي نتعرضوا له مع رئيس الاتحادية الجزائرية، دخل نقدمه الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل، ومع الضيوف الذين شاركوا مباشرة في هذا. غادي نشوفوا يعني الدوسرة صغيرة ويحكوا الروايات والقصص ماذا حدث خلال عبور الصحراء من بني عباس إلى تاغي جنوبنا الجميل. قبل هذا أيضا الجمعة اللي غادي تشارك معنا اليوم تاني في النقاش، ويليق لك تدير شوية سبور ودير شوية رياضة ورحت شوية تمشي. الجزائريين كلهم يجروا في الحقيقة. لا لا لا، كل واحد يجري على كل حاجة. لا احنا نجري باش نقلع السلاس، ماشي نجري باش ندير السلاس. أهلا بالجماعة. أهلا وسهلا حميدة، أهلا وسهلا بضيوف والزملاء، وأهلا وسهلا بنا عند متابعي قاعدة مع حميدة. أتمنى إن شاء الله أن تكون قاعدة مفيدة مثل القعدات السابقة إن شاء الله. أيضا معنا جماعة أكتشوف فيه تبارك الله فريد رحاش. فريد رحاش هو أيضا مخرج ومركب أيضا فني، وراح باش يدير يعني ريبورتاج حول يعني هذا المسار عبور الصحراء، وغادي اليوم نسمع قصته لأنه راح يخدم إلقى روحه. أيضا هو دار 100 كيلو في الصحراء وبين الصخور وبين الوهاد إلى آخره. أهلا بك فريد. الله يسلمك، أهلا بكم وسهلا. وكما يقول لك شرفنا الحضور معكم هنا في البلاطو، ونشكر قناة الحياة وقاعدة مع حميدة. فريد شحال توزن دركا؟ بون، كي رحت قبل رحت 120، دوكا راني 110. راك 110، إذا هاك شت 14 كيلو، كنت أنت تولي 10 كيلو تولي مكانش. سفرت. حسام من هو أيضا إعلامي وصحفي، لكن هو مشي كسول كما مهدي ولا كيفك ولو مهدي يتمشى، هو يجري ويدير في رعان الشباب نتاعه، وشارك معنا أيضا في هذا عبور الصحراء لأنني كنت معكم. شارك معنا أنا تاني كنت معكم. أهلا بك حسام. مرحبا حميدة، مرحبا بالحضور، وشكرا على الدعوة هنا في قناة الحياة. تجربة كانت، وانا هذا هو باغي حسام انت وايضا مراد كولاي. اهلا بك مراد، اللي باغيين من خلال يعني التجربه نتاعكم او الشهادات نتاعكم على يعني لعده اسباب، يعني فقط انكم مش فقط مشيتوا، لكن تخلوا تعرفوا بالجزائر، الجزائر الجميله اللي ما يعرفهاش كثير من الجزائريين في منطقه جنوبنا الكبير. ومراد ايضا من كان مراد يعني هو من جيلي، يعني هو راه قدي يعني انا الفيتيرون تروا ولا بيترون كات يعني في هذا، لكن دار ايضا 100 كيلو، وفي نفس الوقت هو مواظب، هو كان مقاول، هو كان تقني الى اخره، والان ايضا هو يعني تقريبا منتظم في عمل الماراثون وفي رياضه الماراثون ورياضه المشي. اهلا بك مراد. اهلا، اشكرك على ضيافكم، اشكر قناه حياه، اشكر سي حميده على الاستضافه، واشكر السادة الحاضرين. روح مباشره المراد بلا شكر، روح. على كل حال، تجربه هذه عبور صحراء تاغيت بن عباس تاغيت كانت لي يعني اول تجربه، ما من الاول ما عرفتش هذا
المشي مع 100 كيلو والحمد لله يعني كانت تجربة ناجحة. على كل حال الحضور كان يعني العدد تاع المشاركين هو أكثر من 40، أظن أكثر من 40 مشارك. كانت يعني المشاركات النسوية يعني أيضا كان في حضور نسوي، هذا غادي نتكلم عليه من بعد في التفاصيل شعال وكذا خير. الآن نختار معنا وثاني هو غادي يتكلم لنا على هذا التظاهرة اللي كان تحدي، وهي في الحقيقة يعني غير مسبوقة، هي أول تجربة صارت. عبد الكريم يعطيك الصحة على الشيء مثل اللي درتوه، وكنت وعدتنا باللي غادي ممكن هذه الظاهرة التظاهرة تكون ناجحة، وأنا كنت أحد الشهود والمشاركين في التظاهرة. أهلا بك مجددا عبد الكريم، قبل تلاقينا واليوم عبد الكريم أهلا بك. عبد الكريم باش نتاني نسوي للمشاهدين، هو الرئيس الفيدرالية الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل. أهلا بك عبد الكريم. شكرا وشكرا لاهتمامك بالرياضة وعطائنا يعني مساحة في الفضاء تاع قاعدة حميدة، يعني شيء يسجل لك ويسجل للقناة أيضا. فيما يخص هذا البرنامج كان مشروع يعني مدة أسبوعين تكلمنا عليه كمشروع، اليوم رانا تكلمنا عليه كبرنامج أنجز ورانا نتكلم على النتائج تاعه. مشروع هو 100 كيلومتر مشي يضم ولايتين، بني عباس وتغيت، ولاية حديثة العهد مع ولاية يعني قديمة. والمشي ما كانش في طريق يعني تقدر تقول عادي، كان في طريق يعني صعود عبر واد الثورة 200 كيلومتر، وهذا الطريق هذه متنوع، رمال، كثبان رملية، صخور، عوائق، موانع. استعنا يعني بالخبرة، استعنا بمرشدين، بالجمال في حمل الأمتعة وكذلك. وكل هذا عبد الكريم اللي غادي نتكلموا عليه كي تبدأ الحصة. مشاهدين الكرام، نروح إلى جنجل ونعود مباشرة، نعبر إلى عبور الصحراء. مساء الخير مجددا مشاهدي الكرام، أزو الفلاون. إذن نبدأ الآن يعني مع يعني التجربة، لكن قبل ما نروح ونحكي على التجربة خلينا نشوفوا يعني هذا الشريط الصغير البيتيار، ونبدأ النقاش حول عبور الصحراء. إلى البيتيار. المشارك لازم يدي إلا ما هو ضروري وما هو لازم باش نديرو المسيرة هذه. ما كنا في الجزائر العاصمة، الانطلاقة كانت من ساحة أول ماي اللي كاملو حنا مسافرين. وصلنا اليوم لتغيت. تغيت مدينة رائعة على كل حال، مدينة هي في حد ذاتها مدينة أثرية. الآن رانا في مخيم الشباب تاع تغيت باش نقصوا أقصى درجة يعني الأمتعة اللي ما نحتاجوهاش، باسكو ندو غير لي شي نحتاجوه باش نمشيو. وإن شاء الله نمشيو دوكا لبني عباس وين نفوتوا نصف تاع اليوم إن شاء الله، ونفطروا نتاع الشاو تما إن شاء الله بربي إن شاء الله. والانطلاقة إلى you
مساء الخير مجددا مشاهدي الكرام. دونك عبد الكريم شفنا هنا لقطه قصيره مكثفه على اللي حدث من تغيت وحنا لبني عباس، من بني عباس الى تغيت يعني في نقاط اساسيه كيف تم عبور الصحراء. عبور الصحراء تم كما خطط له، يعني البرنامج تم عرضه على الصفحه الرئيسيه تاع في الفيسبوك يعني بتفاصيله، اليوم الاول والثاني، المسافات اللي تعبر، كيفيه التغذيه كيفاش تكون، السهرات، يعني تقريبا تم تنفيذه يعني بكل مراحله. نقطة واحدة اللي ما توقعناهاش هي اللي كان في يوم الثالث من المسير، احنا كنا نتوقعوا يوميا تكون مسافة 25-30، وهذا الشيء اللي كنا صرحناه في الحصة اللي فاتت. يوم الثالث كانت مفاجأة ممكن صرة وممتعة في نفس الوقت، ما كناش نتوقعوا راح يمشوا 40 كيلومتر في اليوم، ومن بينها 9 في الظلام، يعني والشيء هذا اللي خلانا بسرعة عودنا نظمنا أمورنا بوفق هذا المعطى هذا، ودرنا يعني خط مجموعات تاع 3-3 بالإنارة نمشوا خط يعني ينير بالنسبة للأول للثاني للثالث حتى المؤخرة، تشوف هذاك الخط إلى غاية ما وصلت كل المجموعات بسلام إلى النقطة يعني اللي كان مراد أن نصل إليها. المجموعة لا خليتني نتكلم عن المجموعة، هي مجموعة متنوعة، كانت عائلات، يعني الناس حضروا أزواجهم يعني في هذه المسيرة، كاين ناس نساء ورجال مختلف الأعمار، الولايات حتى المناطق، ولايات تقريبا عدد معتبر من الولايات حاضرة، حتى يعني درجة التكوين والناس اللي كانت شاركت من مختلف يعني المستويات العلمية. أنا هذه المجموعة من أروع ما يكون، من ناحية الانضباط، من ناحية التجاوب، من ناحية يعني الحيوية، من ناحية وكأنهم يعني كانوا عندهم مدة وهم مع بعضهم البعض، وجرت في ظروف عادية. التموين والتغذية اللي رافقتنا، اللي كنا نظمنا أن ثلث مجموعات تشرف على تموين هذا العبور هذا، كانت على مستوى بني عباس، يعني كان لازم يرافقنا في يوم ويومين، يدعمنا بالاكل في المناطق اللي كنا نتنقلوا فيها، كانت شرف عليها السيد مدير شباب الرياضه طالبي محمد ورئيس مكتبه الرياضه اللي هو شرفي. الفتره اللي صعيبه كاع شرف عليها جيلالي فرجي وهو رئيس يعني محدود الحركه باش نقولوا ومعوق، ولكن اداؤه في المستوى، عنده جمعية، هو اللي شرف على أكبر يعني مسافة ممكنة. وفي الأخير كان رئيس مدير مركب دار الشباب تاع تغيت مروان، هو اللي شرف على هذا الإسناد والإطعام، يعني تقريبا ما كانتش أخطاء في هذا الجانب هذا، كان كل شيء متحضر، الناس استمتعوا بطول المسافة، استمتعوا بواحد المناظر خلابة، في بعض الأحيان تشوف مفارقات عجيبة، يعني صحراء قاحلة كما كنت وأشرت إليها، رمال، كثبان، صخور، وبمجرد يعني تلف أي يعني مع الواد في منعطف هكذا حتى تخرج في واحات وغابات من النخيل، ويعني وكاين مياه معدنية، مياه يعني جوفية تخرج من تحت الأرض، وكانت يعني بمثابة خاصة التخييم الأولي في وسط واحة وبستان، يعني شيء رائع، وبإيقاع يعني فرقة تقليدية. 100 كيلومتر ما كانت سهلة بالنسبة للمشاركين، خاصة أنه العدد الكلي 53، بينهم 10 إطارات الاتحادية، بينهم مسيرين وبينهم كما قلوا إحنا المنشطين. العدد هذا كتجربة الأولى كان يسمح لنا، احنا تمنينا يكون عدد مناسب كما هذا، لانه كان عدد كبير، ممكن نتغبنوا في التسيير تاعو، نتغبنوا حتى في التمويل تاعو. اذا الان عندنا معلومه باش نحضروا روحتينا احسن في الطبعه الجايه، اذا في حاله ما يكون العدد مضاعف او اكبر من هذا الشيء. اذا كتجربه الاولى الحمد لله العدد كان مناسب، واكتسبنا نظن التجربه. دكتور مهدي، انا درت الطريق هذاك بالسياره وفعلا طويل، درت الطريق بالسياره من تغيت لبني عباس، وفعلا 100 كيلومتر، لانه 100 كيلومتر في الصحراء ماهيش هي 100 كيلومتر في المدينه،
الامر الامر يختلف، لا مونوتوني، الاسفلت هذا يعييك الى غير ذلك كنت تشوفه، وعندك صحراء قاحله. فالدن الان من بعد تتصور امر اخر، انه ناس تجري مئات الكيلومتر ومن مختلف الاعمار فوق هذا اكثر من هذا، كاين ناس ما عندهمش تجربه في الرياضه، فالامر على قدر كبير من الاهميه. ولكن في الوقت نفسه نظن باللي التجربه تفتح افاق اخرى، كيف نقدر اننا نربط السياحه بالرياضه بالثقافه بعده اشياء كثيره. تجربه مثل هذه اذا كان تتوسع اكثر غير ذلك، ممكن في لحظه من اللحظات تكون عندها ابعاد مش فقط وطنيه، وانما حتى من الخارج، الجزائريين الموجودين في الجاليه عندهم رغبه كبيره في انهم يشاركوا في مثل هذه الاشياء. ممكن ومن يدرينا، مش لازم تكون عندنا ذاكره قصيره، واحد الوقت رالي الجزائر داكار، محطة الجزائر كانت تستقطب الأنظار وتستقطب اهتمام العالم. لما لا يكون هذا الاستقطاب بهذه التجارب مثل هذه؟ العدو، الثقافة، السياحة إلى غير ذلك، أعتقد الأشياء على قدر كبير من الأهمية. عبد القادر، بس نظن تجربة ما راحش نحتاج أنه نثنيه عليها أكثر من هذا، تجربة مميزة ورائدة. أنا فقط حبيت نعرف ربما التوضيح، هل هذا المشاركين كان تحملوا أعباء مالية، اشتراكات وكذا، وكان تمويل أو التكفل من طرفكم أو من طرف الله؟ إحنا كاتحادية وصلنا عبر سنوات مرينا عليها وين ميزانيتنا محدودة، وطلبات العمال والموظفين الرياضيين بدات تكثر وتتنوع، ما بقاتش غير في كرة القدم، كرة اليد، مجالات أخرى. حنا لو كان نكتفي غير بالإعانة المالية راح العدد تاع البرامج يكون محدود جدا. لقينا صيغة أخرى وين حتى المشارك يشارك، ولكن بقيمة ما هيش يعني راح تكلفوا حاجة كبيرة، ولا في مستواه كلية. والاتحادية تكمل في بعض الأحيان، كي يكونوا فوارق هكذا تكملهم وتغطيهم، سمحت لهم أنه يشاركوا بإمكانيات يعني بسيطة. نضيف لك معلومة فيما يخص المشاركين، الاتحادية تسمى وقف التنين من المشاركين نظرا لظروفهم الصحية. يعني واحد كان عنده مرض الضغط وشويه كاد اموره ضعيفه، ما كانش يتوقع هذا، ما قراش الاخر، يعني للاسف كان لازم نقصيهم للمحافظه على صحتهم، يعني ما عندهمش امكانيات باش يصيروا. اما فيما يخص باش نرجع لك النقطه تاع التكاليف، فهي في متناول، ويعني في المتناول، وهو فقط فكره حتى المشاهدين يعرفوا، هو اللي يديروا رياضي يعرفوا، يعني حتى باش تشارك في ماراثون ولا كيما الان كاين تراي ولا مام هذا وطني ولا، يعني فيه الاشتراك اللي يقدم، يعني لاسيرونس كذا الى اخره يقدم. زائد اضافه الى هذا، كانت بعض الاشياء اللي جابوها معهم المشاركين، مثلا طونت نتاعو، المهم يعني هذه الاشياء تقريبا في الرياضه فيه، وتقام في كل مكان يدفع الحق المشاركه، سواء كان وطني ولا دولي موجوده في هذه. فقط تكلم حسام، انت درت تجربه، واش استخلصت من هذه التجربه؟ تشارك في التجربه، وكان تشارك كذلك كنت معنا في هذه التجربه. تجربه مميزه لانها تختلف عن الماراثونات، الماراثون او سباقات نصف ماراثونات او انواع السباقات الاخرى عندك زمن محدد، لكن هذا عبور الصحراء هي مسيره مسافه اكثر منها من وقت، لأن يعني ظروف الطريق هذاك كنا نمشوا في وقت شعاب ورمال، ودقة الملاحظة خليت نشوفوا أمور مثلا ما تقدرش تلقى مخلفات بشرية، تعرف بلي إنسان ما فاتش منها إلا نادرا، ممكن مخلفات تاع حيوانات اللي عايشة في المنطقة، وهذا اكتشاف مرة الأولى تفوت وسط الشعاب، الشعاب هي الطرق المؤدية في وسط ويديان الصحراء، ويقول لك بلي هذا واد وهذا واد، وتلقى ثم الحاسي كما يسموه هما،
وثما كون اجتماع الجمال يزيد يعرفك لي جيد اللي راحوا معنا المرافقين هذوك الاثنين بالجمال اللي يبدا يقول لك يقول لك هذه مسافه عاديه بالنسبه لينا احنا يوميا نمشوا 15 10 كيلومتر انت ثما يزيد يحمسك باش تجتاز مسافات كيما هذه على مسار او مدار 4 أيام كانت مميزه شيقه وكل مره تقول نزيد النهار الاول بانت الاكتشاف 30 كيلومتر بعدين تربي في نفسك التحدي كل يوم خصوصا بعد عبور 40 كيلومتر تاع التحدي الثالث الاجمل من ذلك انه الليالي مش تباتوا في ليطون يعني خيم تاعكم اللي جبتوهم حضرتوهم جو عائلي المسار هذاك يخليك تقدر تتعرف على الطرف الاخر اللي جاي من اي بقعه والمنطقه من مناطق الجزائر يعني الكل هذا يقدر يبني جو رائع يخليك تكمل المسافه حتى المسافه الاخيره واليوم الاخير عمرك ما تابوندوني تحب تكملوا لي انه خلاص ماكش محتاج تحفيز التجربه هذه كانت ثريه تجربه تبني روح المواطنه تبني روح التعاون التعرف على الاخر اللي احنا ما نعرفوش لولا المناسبات الرياضيه كما هذه ورياضه كما يقال او المونديال قريب يقول لك تربط ما بين الشعوب واحنا شعب واحد منافسات او تظاهرات كما هذه تخلي الانسان يعرف ولايتك تنسمعوا بهم فقط تنقلنا لهم واشخاص عرفناهم من خلال هذا النوع من التظاهرات مراد يعني انت درت كثير مثل سباقات هذه 100 كيلو مشي درت 100 كيلو جري لكن هذه مشي ما واش تشوف يعني تقول مشاهد انت عشت هذه التجربه واش عطاتك هذه التجربه واش تشوف انك تبلغ اللي عشته في هذا على كل حال يختلف كثير بين المشي والجري بين المسافات الطويله الجري وبين المسافة الطويلة المشي هو المشي هو أفضل من الجري لأن الجري على كل حال فيه تعب كثير والإرهاق حتى يتوصل حتى الإرهاق يعني يكون كبير بزاف بالنسبة كي تمشي تمشي يعني عندك كيفاش تريكيبيري كيفاش تعود يعني خاصة احنا التجربة اللي درناها درناها على 4 مراحل يعني عندك يعني ممكن باش تكون قادر باش تديرها بارتياح ماشي كم الجري وانا نظن حتى في المشي انسان كي يشوف يقول المشي ما يعني حاجة سهلة هي في الحقيقة صعبة في الحقيقة صعبة فريد نقول لي في هاد الدقائق ومن بعد نزيدوك 3 دقائق ولا 2 دقائق اخرين كيفاش عشت التجربه او انت ما كنتش درت تقليل وين درت الرياضه ما كنتش تمشي ودرت هاد التجربه كومون عشتها الداخل يعني بتقلق يعني كنت توزن 120 كيلو وكذا كيفاش وكملتها يعني كان هذا هو التحدي يعني كيفاش عشت التحدي يعني انا كنت ضحيه الرياضه هذه الحاجه الاولى رحت على اساس اخراج شريط وثائقي من بعد لقيت روحي تصادفت يعني بالامكانيات كانت محدوده يعني زوج جمال يعني اللي نقدروا نرفدفوهم يعني العتاد تاع الناس اللي كانت معنا من بعد كان ملزوم عليا باش نمشي 23 كيلومتر بالعتاد ديالي يعني التريبي لو بي سي ولي كاميرا يعني ما كانش خيار واحد اخر كيما يقول لك القدام الصحراء ومن لور الصحراء كانت تجربه كيما يقول لك جد رائعه كيما يقول لك كانت سين اكسبيريونس ليا هذه حاجه الاولى اللي تعرفت بها مع الناس كانوا ناس يعني ما شاء الله تما كانت الاخوه شفت الاخوه شفت الناس ترافد بعضها بعض والحاجه اللي كانت يعني كيما يقول لك اللي زاد حفزتني في 30 الاولى 30 كيلومتر الاولى اللي شفت الناس كانت يعني كيما يقول لك كاين لينيون بيناتهم واحد معطوب تلقى واحد يداوي فيه واحد محتاج الماء الاخر يمدلو يعني كانت اخوه كانت كان يعني تضامن كبير هذه اللي زاد شجعتني والناس الكامل كانوا يقولوا لي غدوه تكمل وزعما تكمل وتكمل يعني حتى لقيت روحي في يعني في البوابه الاخيره يعني كيما واش الاشياء اللي توشاتك يعني كي خرج الحاجه اللي توشاتني او اللي تقعد لك في يعني اللي قعدت لي في راسي قعدت لي في راسي 40 كيلومتر الاخير هذيك تاع الليل يعني 9 كيلومتر اللي مشيناها في الليل كان معايا الجيد
يعني المرشد اللي كان معايا حتى رجع يتظاهر كيحل محمد تندوف من تندوف محمد كيحل الظاهر بدا يتظاهر باللي راهو عيا يعني باش يعطيني باش نشوف روحي انا بلي راني لاباس بيا مي انا كوم مخرج نعرف التمثيل ونعرف انسان كيكون يمثل حاب يستعطفني وانا هذيك هي اللي زادت رفعت لي المعنويه تاعي ولحقت درت يعني لي فور ولحقت البلاصه اللي كنت حاب نلحقها من بعد زاد جاتني ليدي باش نزيد نكمل يعني تما جاني الرئيس الاتحاديه قال لي ولاك قادر تكمل كمل ولا ماكش قادر قال لي نبعثوك في سياره يعني نفرك سياره باش تروح يعني نقطه الوصول قلت له لا نكمل يعني لو كانت كركروني تجبدوني وانا نكملها معليش واش شي مشكل والحمد لله كملناها كما يقول لك وكانت يعني من اروع تجارب في حياتي. مشاهدي الكرام يعني قال لك وصلوني حتى ولو كانت كركروني الى النهايه وهذا مثال نتاع التحدي ونتاع الاراده ونتاع الشجاعه. خلينا نعاودوا نعطيهم يبقى لنا شويه وقت نزيد نتكلم على هذه التجربه نروحوا الى فاصل ونعاود نرجع ما تروحوش بعيد. مساء الخير مجددا مشاهدي الكرام. اذا نكمل في الحديث عن عبور الصحراء. عبد القادر سمحت الى نوع من ستوريز يعني قصص نتاعهم نزيد نضيف لك مثلا في الخرجه الثانيه يعني هذاك على اساس نمشوا 25 كيلو في الرمال. الرمال واش الصحراء عندك وين تدخل تختر في عمق الرمال عندك وين سبقه وقادر قال تمشي عندك وين صخور يعني في هذا عندك وعند وين الواد وانت الثوره يعني عندك عده داخل الصحراء كاين عده مستويات وقصص يعني كلهم يعني كهول فيهم شباب فيهم عنصر مثلا نسوي لكن هذاك النهار باش نديروا 25 كيلو يعني الاولى درنا 29 كيلو باش نديروا 25 كيلومتر فوسرة انه تعرف يعني المسافه اللي تعطيها لك الطوموبيل ولا انت الجي بي اس ولا رجليك ماشي كيف كيف يعني فولت هذيك 40 كيلو كانوا هناك نساء هبلوا يعني ما يقول لك انا حتى كي بغيت نشجع واحدين قال فريمون كوراج يقول لك يا كوراج مي انا وين وقتاش تكمل ما عرفوش واش تكمل طاح الليل يعني صح الناس جبدت لي بيل نتاعها لطورش وكذا لكن بدينا يعني المجموعه يعني تمشي في قلب الظلام وكان العياء على كل يعني علينا مثل الكل وما راكش مثل عارف دونك وهي تدخل خلال هذه التجربه. اذا هذه مثلا قصه كيفاش في التحدي الى وين كان الحاسي خاطر هذاك يكوف قدام الحاسي وبداوا يبنوا لي طون تاعهم كانت ثاني فرحه كبيره يعني لا توصف. فمن خلال هذا يعني انا ليك والمهدي اول خلال هذه التجربه واش الاحساس الاول والثنين كيف يمكن هذه الثروه يعني نشاهدوا في كل بلدان ولا بالالاف يشاركوا في الترايل وكذا بدات الان يعني عند الجزائر بداوا يكتشفوا نشوفهم حابين الجنوب حابين يكتشفوا بلدانهم في مختلف الطبيعه يعني واش الشيء عبد القادر اونتوكو كرونيكال اللي يعطيه لك يعني هذا في تحليلك وهذا التصور واش الانطباع اللي قادر تقوله ويقدر يشكل رساله الى المواطن العادي البسيط باش يكتشف الجزائر من خلال الرياضه. قول يعني انا بالنسبه لي ربما هذه الجوانب او هذه التجارب اكتشافات يعني ان هذه عاده نكتشفها كمشاهد كمتابع يعني نادرا ما او لم يسبق لي اني شاركت في هذه يعني التظاهرات من النوع هذا. ثانيا نظن في الجانب هذا ربما هو بقى كذلك جانب المنافسه يعني بقات منافسه في النهايه هو سباق في النهاية لا عبد القادر 100 كيلومتر ماشي سباق ماشي سباق 100 وي 23 كيلومتر جاي اللي كان سباق اللي كانت سباق صح 123 كيلو هو كما تفضلت انه هذا النوع من التجارب اللي الان بات منتشره بشكل كبير في العالم يعني الان في وسائل التواصل الاجتماعي يشوفوا الناس في الثلج في الجليد في الجبال في صحارى في يعني في كل مكان حتى في دول العالم العربي عندنا يعني مثلا نشوفوها في الخليج اصبحت تتم بشكل دوري يعني ولا نوع من الثقافه المنتشره عند الناس كلها تشارك. ربما احنا نشعر انه في بدايتها يعني هذه التجارب من هذا النوع في بدايتها
أنا نتمنى بجد يعني أنه أولا تتعمم وما تبقاش فقط عبور الصحراء جيد، لكن عبور جبل معين، عبور مناطق في الهضاب يعني مليح مليح أنه تكون هذه التجارب. الشيء اللي كنت حتى في الحصة السابقة كنت حاب نأكد عليه هو الحفاظ على البيئة. تكلم قال أنه ما كانش آثار الإنسان، للأسف للأسف شفنا، مانيش نتكلم على التظاهرة هذه، شفنا في بعض الوسائط أنه لما تكون تظاهرات ويكونوا فيها عدد كبير تتحول إلى كوارث على المستوى البيئي. شفنا مثلا في بني عباس خلال موسم المولد كذا، يعني الناس تروح تسهر وترمي القارورات وترمي البلاستيك وترمي كذا وترمي كذا بشكل فظيع جدا. أنا أمنيتي الأساسية لأنه نشوف أنه اهتمامنا بالبيئة في الجزائر قليل نوعا ما ربما بمناطق أخرى، أنه هذه التظاهرات باعتبار رمزية لتمثلها. يعني الآن أنتم الحكاية تاعكم يعني الحكاية ممتعة، حكاية جميلة يعني ممتعة، مجموعة من الناس من مختلف الأعمار الأجناس، نساء رجال، واحد مريض واحد صحيح واحد شاب واحد ما كانش منتظر تماما أنه يشارك، إيه تدخل في صحراء واحد يغرق واحد، يعني الحكاية ممتعة ممتعة جدا جدا، والإمتاع هنا معناتها أنه تولي عندها الجاذبية واللي عندها الإشعاع. أنا شخصيا أمنية تاعي الأساسية أنه هذا النوع من التجارب أنها تعمم أولا كما قلت ويشارك فيها أكبر عدد ممكن، وأنه تكون من رسائلها الأساسية هي الحفاظ على البيئة، لأنه إحنا ما زلنا للأسف البيئة نعتبرها شيء ثانوي جدا. نتمنى أنه تكون وسيلة من الوسائل الأساسية للحفاظ والتنبيه أنه البيئة عندنا ماهيش يعني بالشكل احنا متصورينه انه بيئتنا ما زالت سليمه، لا بدا التلوث، بدا الامور هذه بدات تدخل بشكل كبير. بدي. نعم حميده، اولا تجربه مثل هذه تعيد خلق تجربه انسانيه قد تحدث فعلا، لان الانسان في اي لحظه من اللحظات بامكانه ان يجد نفسه في منطقة في الصحراء أو في منطقة معزولة إلى غير ذلك، وراح يلقى نفسه مجبر على أنه يقطع 100 كيلومتر أو ممكن أكثر إلى غير ذلك. فهذا الأمر الأول، هذا إمكانية أنك أنت تخلق التجربة الحقيقية، وبطبيعة الحال عندك أنت لباليس سيكوريتي لأنه فيه تنظيم، فيه رقابة، فيه متابعة إلى غير ذلك، وبالتالي ما كاش المخاطر. فأنت عندك تجربة حقيقية. أنا تذكرني بالتجربة تلفزيون الواقع في تحدي الصعاب إلى غير ذلك، كما كوانتا إلى غير ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هي تعيدك للماضي. علينا أن ننتبه إلى هذا الإنسان اللي في وقت مضى، ممكن منذ 50 سنة للور فقط، ممكن 40 في بعض المناطق إلى يومنا هذا، يقطع هذا المسافة وربما أكثر. مايش تظاهرة رياضية، مايش حاجة تسلية، إنما واقع يومي. فأنت تخيل الآن البشر قبل هذه التكنولوجيا كيف استطاعوا أن يروضوا هذه الطبيعة. ثم بطبيعة الحال التجربة هذه، لأنه مقياس المنافسة يختلف الآن، احنا ما ناش ننافس في بعضنا، أنت تنافس نفسك وتتحدى نفسك وتحدى حدود الطاقة اللي عندك، بلاد يقولها ويقول تقدر تحبس وتأخذ سيارة. الإنسان في لحظة من اللحظات سوف يثق في الأخر، في نفسه، يعرف الحدود تاعه، ثم تعرف إمكانية أنك أنت تتجاوز هذه الطبيعة، تتجاوز أنت الحمادة والعرق والواد إلى غير ذلك، وتقدر أنت تتغلب عليهم. فكل هذه الأشياء تحققها مثل هذه التظاهرة، ويولي مفهوم الرياضة مفهوم أكثر نبل من الرياضة اللي تندار من أجل كرونو، من أجل تصعد البوديوم وتدي كاس أو ميدالية. وهذا مهم، وربما الدور الأساسي نتاع الاتحادية الجزائرية هو هذا، يعني نبللت إذا تقلي كلش نبيل يعني في هذا الرياضة،
وحتى المسابقات هي مسابقة مع نفسك، والدليل على ذلك أننا نعطينا الفرصة يعني قبل ما نختم هذا الفقرة حول يعني عبور مثل الصحراء، وغادي يكون عندنا نقاش حول مترجم شاب لترجم كاتب ياسين، وهو سمو خلفه الهواري، ولكن ايضا نتكلم على يعني احد الرموز اللي غادرونا وكنا تكلمنا عليه صادق هجرس. لكن فقط نعطي الكلمه لعبد الكريم لان ما حبستش هنا، يعني هذا هو عندهم تجارب اخرى، يعني انت ماراثون على مراحل تاع تيميمون اللي غادي تعاودوا تقولوا له، وفي نفس الوقت راه كاين ثاني التراك يعني في هذا راكم مساهمين فيه. انا قلت قبل ما متى نختم ممكن تعطينا قريبا خلال ديسمبر تاع جونفي يعني البرنامج اللي غادي يواصل هذا العمل. شوف برك نعطي توضيح فقط، احنا العبء يعني العبء سي لا شارج 200 كيلومتر هو عبء، قسمناه على 4 أيام في نظرية التدريب الرياضي يسموه التدرج في الأعباء، يعني على أساس هذا قسمناه على 4 أيام. وحتى كي كنا نمشيه بالخمسة كيلومتر ونرتاح حتى اليومي مدرج يعني بمتناوب، مشي وراحة مشي وراحة، حاولنا نطبقه أكثر ممكن الأسس العلمية الرياضية في تعامل مع العبء. نقطة ثانية فيما يخص نشاطاتنا، احنا سميناها نشاطات رياضية البدنية والترفيهية ونشاطات المواطنة. مش معناتها نشاطات المواطنة هو الاعتناء كما أشار إليه الأخ بالمحيط، نشاطات التضامنية كما راح نديرو دوك نقول لكم عليه في تيميمون طري، أيضا نشاطات تنموية يعني نساعدوا التنمية المحلية. إذا هذه نحاولوا ندرجوها نشاطات إضافية في النشاط الرئيسي. في نهاية الشهر هذا وندخل هنا في سؤالك، نهاية الشهر هذا عندنا نشاطين وهو تحدي بالنسبة للاتحادية، كما هو يسير يتحدى 100 كيلومتر احنا كاتحادية نتحدى بتنظيمنا لبرامج من هذا النوعية من هذا المستوى. لأول مرة في تاريخ الاتحادية راح تنظم نشاطين متوازيين بطلب من الوزارة، دخلنا كشريك في تنظيم التراك. التراك هذا فيه 180 كيلومتر فردي في 72 ساعة دير 180 كيلومتر، 90 كيلومتر فردي وأيضا بالتناوب، كاين اللي يجروه بالتناوب كاين يجري فردي، وأيضا 45 فردي. في نفس الوقت عندنا النشاط تاعنا تاع الاتحادية اللي هو 90 كيلومتر على المراحل، 10 أيام عندنا في عينتي موشنت مهرجان عمال للرياضة. في نهاية الشهر أو ديسمبر راح يكون سباق الهوغار مرورا لواحة المنيعة، كان هناك نشاط في المنيعة، وأيضا في عنقر في عين صالح، ونوصلوا إلى الهوغار. هذا اهتمام الاتحادية بالجنوب الكبير، وبعد إن شاء الله نرجع. يعطيك صحة عبد الكريم أولا على قبول الدعوة من جديد، وشكرا مراد أيضا لمساهمتك في الحصة. حسام يعطيك الصحة، انتم غادي تزيدوا تقعدوا معايا. فريد ثاني يعطيكم الصحة. أنا نقول مشاهدين يعني تبعوا يعني وهذا الشيء يعني تبعوا في الصفحة على الفيسبوك نتاعكم، ونقول المواطنين يروحوا يكتشفوا تيميمون، يروحوا يكتشفوا أيضا اللي غادي يديروا في تمر راسل عبر الصفحة تاعنا لا فيديراسيون جيان دو سبور اي ترافاي. اوكي، عبر الصفحة يعني تاع الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل. روحوا إلى جنق المشاهدين الكرام ونعاود نرجع لنتابع مشوار هذه الحصة قاعدة مع حميدة. ونحاول الآن بعد ما تحدثنا الجمعة على تجربة عبور الصحراء، الآن ننتقل إلى موضوعين أساسيين. الموضوع الأول وهو غادرنا يعني منذ أيام قلائل صادق هجرس. صادق هجرس لي راه مناضل من مواليد العشرينات، كان مناضل في الحركة الوطنية في الحزب الشعب الجزائري، درس يعني في ابتدائية برواكية، وأيضا هو زايد مولود في الأربعاء نادرة، زيد هو إلى جانب هذا درس في بن عكنون يعني والمندية يعني في الثانوية، ثم التحق بالنضال
يعني التحق بنضال بالحزب الشعب، وفي نفس الوقت كمل الدراسه نتاعو في الطب ويعني في الجامعه في كليه الطب الجامعه الجزائريه، وايضا كتب هو كتاب يعني اللي يسموه الالجيري فيبرا يعني في هذا، وكانت سبب تأويله يعني كانت على أثره صارت الأزمة البربرية لعام 1949، ومن بعد استقال من حزب الشعب الجزائري ثم التحق بالحزب الشيوعي الجزائري، ثم كان من الناس اللي لعبوا دور أساسي في تأسيس منظمة يعني لي كومباتون دو لا ليبرتي، محاربو من اجل الحرية وفي سبيل الحرية، وكان تفاوض في 1956 رفقة بشير حجالي كان معاه، يعني بشير حجالي هو قيادي في الحزب السعودي الجزائري مع عبار رمضان ومع يوسف بن خدا، ودخل الحزب الشيوعي كأفراد ضمن جبهة التحرير، ثم كان هو في طيلة الفترة في دخل السرية، وبعد الاستقلال تم توقيف وحل كل الأحزاب السياسية من بينها الحزب الشيوعي، لكن كان طوليري يعني في المساهمات وغير ذلك، كانوا تقريبا الشيوعيين حلفاء بن بلة إلى حد 16 جوان 1965 عندما حدث مثل الانقلاب، فهو دخل التحق بالأو آر بي المنظمة المقاومة الشعبية، بعد عام ايضا اسس كان من بين مؤسسين حزب الطليعه الاشتراكيه، وكان ترك حزب معارض ودخل في السريه وقعد حوالي اكثر من 24 سنه في السريه الى غايه يعني دخول بدايه التعدديه في الجزائر، وعاد حزب الطليعه الاشتراكيه، لكن ايضا غادر السياسه او انسحب السياسه في عام 1961 وتفرغ تقريبا للبحث والتفكير الى اخره. هذه باختصار حاولت نقدم شكون الصادق هجرس اليوم كان احنا توفى، وربما اللقاء نتاعنا غادي يكون نوع من اوماج نعرف شكون الصادق هجرس. نتكلم اولا على الصادق هجرس المناضل، لكن على ايضا الصادق هجرس الباحث واللي ساهم في الثقافه الوطنيه وبالكتابات نتاعو، لكن ايضا عن صادق هجرس الإنسان الإنساني. معنا عبد القادر مهدي، معنا صديقنا وزميلنا هو المقيم في فرنسا محمد الزاوي، أهلا بك محمد. اشتغلت في الإعلام، كنت من بين المؤسسين الأوائل لجريدة الخبر، ثم أيضا كنت على رأس جريدة الوقت في التسعينات، ثم يعني الآن راك أيضا كإعلامي، ودرت أيضا ليس فقط الصحافة المكتوبة وإنما روحت وحصلت حتى على جوائز في أفلام الوثائقية، وكانت لك فرصة عرفت صادق هجرس، وكنت ما تكلمت عليه من خلال بعض الأشياء اللي كنت أنتجتها حوله في مثلا الفيسبوك. ومعنا أيضا الشاب اللي غادي نتكلم، شاب جامعي من جيل جديد، هو يهتم بالأدب، وأيضا عندك كتابين، الكتاب الأول بخلفة الواري، الكتاب دارو حول كامل داود إسكيس دان فينومين بوست كولونيال أرجيريا، غادي نتكلم مباشرة بعد ذلك. والعمل الأخير اللي غينا لك عليه هو ترجمتك للديوان الشعري لكاتب ياسين، كان عندك شاب الباكورة يعني العمل الأدبية نتاع كاتب ياسين سيلي روك، قد ترجمت انت من الفرنسية إلى الإنجليزية، غادي نعود. وعلى جبناك أولا يلتقي صادق هجرس مع كاتب ياسين، كان أيضا ساهم معهم في مجلة البروغري اللي كانت تابعة للحزب الشيوعي الجزائري، ومن جيل واحد، كلهم من مواليد مثلا العشرينات. دونك غادي نتكلم حول تجربتك، لماذا ترجمت كاتب ياسين، نظرتك، لكن ايضا تساهم معنا في النقاش حول صادق هجرس. اذا نبدا مع محمد الزاوي، توفى الله يرحمه، وبمناسبة نقدم التعزية لمحبيه ولأهله، توفى عن عمر 94 سنة. نعم. صادق هجرس، أنت عرفته في الفترة الأخيرة كي كان موجود في فرنسا، ما هي الصورة اللي قعدتك من صادق؟ نعم، أنا مثلك حميدة، يعني كنا في الجامعة مع بعض، وكنا
كانت صورة خيالية للسيد قجت، لأنه كان حزب الطالعة الاشتراكية حزب سري إلى آخره. قلنا أنه طالع مثل كثير صوت الشعب اللي هي جريدة حزب الطالعة الاشتراكية، وكنا نقرأ مساهمات صادق هجرس الراحل المرحوم، فكانت صورة يعني صورة عظمة أحيانا، لأننا لا نعرف الشخص ولكن عرفنا الشخص من خلال ربما تلفزيون الجزائري حينما بدأ في ذكر ربما مراد شبيني درا يشاهد فينا الحصة هذيك ويقدم الورد إلى النساء، وكان بمناسبة عيد المرأة، فهو شخص يعني حساس كثير لظروف المرأة ووضعيتها، وهو عاش هذا يعني كان عايش في الجزائر. أنا كنت أفكر بأن السيد هجرس لم يكن في الجزائر، كان في الخارج لأنه حزب سري، ولكن أنا أجريت معه في خلال السنوات الأخيرة هذه عدة لقاءات مصورة حول حياته السرية، لأنني كنت يعني نشوف السرية هذا الشيء يعني صعب، كيف يتنقل، كيف إلى آخره، يعني عمل وثائقي حول الرجل. فالانطباع الأول اللي أعطاه لي ربي يرحمه الصادق هجرس هو أنه رجل بسيط لدرجة كبيرة لا تتصور، يعني سهل اللقاء معه، يعني هو يجعلك مرتاح، وهو يعني الدرجة تشوفه مثل الأب مثل الجد، لا أدري يعني كيف تتلقى مع هذا الرجل الكبير الذي ساهم في الحركة الوطنية، الذي شارك في الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى آخره، تشوف يعني حتى الأبطال تاع الثورة التحريرية إلى آخره. ففي الحوار معه هو مفرنس، هو قرأ بالفرنسية، هو سيان فارماسيا، يعني التكوين نتاعو تكوين طبي، ويتكلم بالفرنسية ولكن لم يقل لي كلمة واحدة بالفرنسية، وأنا كنت ألح يعني مع الصادق أن يتحدث معي باللغة التي يرتاح فيها، يعني هو يتكلم اللغة العربية ولكن أحيانا يقول لي كيفاش نترجم هذه، كيفاش يقول لي، نقول له الصادق تقدر تكلم بالفرنسية راك مرتاح، أنا المهم هما نوصلوا الرسالة. كان يؤكد دائما على أن يتحدث باللغة العربية، وهنا ندير قوس حتى نوضح للناس اللي راهي تشاهدنا، ربما في أفكار مسبقة كثيرة في عندنا في المجتمع حول بعض الكتاب اللي هم من جيل سابق، مثلا مصطفى الأشرف الكثير من يعاديه ويقول أنه مناصر للغة الفرنسية والفرنكوفونية وغيره، خطأ هذا تماما. نحن حينما كنا في الوقت كان يقدم مساهمات، وكنت أذهب إلى مكتبي إلى بيته ويعطيني هو يسلمني تلك المساهمة اللي فيها صفحات عديدة وغيرها، ويركز على النحو باللغة العربية ويقول لازم نقرأ أنا وجه، يعني هذا اللي بعض الناس يشوفوا أنه كان عدو اللغة العربية وعدو التعليم باللغة العربية في المدرسة، لا أساس له من صح. أيضا أنا نظن باللي هذا جيل أولا متمسك بالوطنية بالوطن تاعو، عنده خط أحمر ما تلعبلوش بالجزائر وبقضايا تاع الثوابت. احنا نعرفوا باللي سيد غجرس هو يعني قبيلي من منطقة قبيلة، ولكن يؤكد على اللغة العربية لأنه يعرف بأنها تمثل أيضا الوحدة الوطنية، مع تمسكها أيضا باللغة الأمازيغية وغير ذلك. وأنا طلعت صورة على الفيسبوك لابس البرنوس ولابس عرقية هنا دار في, في, في اليوم في السنة الأمازيغية، فهو شخص بسيط جدا، ما بيش ربما في النقاش نزيدوا أكثر ما نشدش الكلمة. مهدي صدق هجرس لو كان ناخدوا الخطاب الرسمي ومن بعد ناخدوا كيف تلقى العامة الخطاب الرسمي القديم وعمل على تشيع، وطبيعة الحال أكيد راح تكون عندنا صورة خاطئة،
صدق هجرس وهو هذا المناظر اللي يرفع القبعة لعبد الحميد بن باديس عندما يتحدث عن دور عبد الحميد بن باديس في الوعي الاجتماعي. فتصوروا أنه يساري يتحدث عن عبد الحميد بن باديس بهذا الشكل. الآن صدق هجرس كان على رأس الاتحاد الطلبة المسلمين كذا. شد الفكرة نتاعك يعني هذا للتاريخ ما غاديش نهدو فيها فقط ننوره. هو في 1936 في المؤتمر الإسلامي دونك كان اللي تلاقوا فيه وداروا أرضية سياسية واحدة ودافعوا لها كان جمعية العلماء المسلمين وكان ايضا فرحات عباس وكان ايضا الحزب الشيوعي كانوا حلفاء يعني في هذه شدتهم ثاني مواقف معاديه للنازيه وكذا يعني في هذا المجال. ومن دون هذاك الوقت يعني ابقى هذا التحالف بين الجيل نتاع هجرس تاع العشرينات مع يعني هذا الجيل مع جبهة العلماء. وللمعلومه ايضا ان عندما اقترب بومدين من الحزب الطليعه الاشتراكيه الذين قدموا الفكرة للاحتفال بيوم العلم هو حزب الطليعة الاشتراكية. هذه من شهادة محمد عبد الحميد بن زين يعني اللي كان قالها في شيء يعني رسمي. إذن هذا التحالف كان عندهم هذا الجيل كان عندهم نوع من هذا الانفتاح وليس بالشيء اللي نطرحه اليوم. كمل مالي. فإذا كانت هناك لشونت باطاي تاع المرحوم صادق هجرس هو مسألة الديمقراطية هذا هو لشون دباطاي تاعو. لذلك هو يرفض فكرة أننا نسمي الأزمة البربرية ويقول لك لا هذه التسمية هذه تسمية خاطئة تسمية سقطت فيها الأطراف الأخرى اللي في الحركة الوطنية وتم إشاعتها واعتبارها حقيقة. هو يقول لك لا ما كانتش أزمة الأزمة البربرية بقدر ما كانت أزمة الحركة الوطنية بشكل عام وأزمة الديمقراطية. هذه الأزمة تاع الديمقراطية اللي راح تتبعوا في كل فصول حياته راح نصيبوا الموقف تاعه في التسعينات نصيبوا المواقف تاعه من بعد تقريبا كلها واحدة قبل في وقف ضد بومدين وضد الانقلاب موش لأنه بومدين وإنما لأنه هذا يشكل فعل لا ديمقراطي. ومن بعد هو عاود حلفه فقط قبل براطي هو كتابه هذاك لارجيري ليبر فانكرا هو استعمل كلمة لارجيري ملتي كلتيرال متعددة الثقافات وهذيك اللي أولت. لكن هو بقى يدافع يقول لا عمرنا ولا نادينا بنزعة انفصالية وغير ذلك قالها في كثير من المناسبات. تفضل جماعة. صادق هجرس ربي يرحمه هو بالتأكيد واحد من الشخصيات الأساسية في تاريخ النضال والعمل السياسي الوطني في الجزائر. ولكن أحيانا حتى لما الشخص يموت ربما ما لازمش نبالغوا في إسداء بعض المواقف اللي ماهيش مضبوطة. يعني صادق هجرس هو من الجيل تاع الشباب اللي التحق بالحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية. يعني الجيل اللي دار الثورة كلهم تقريبا التحقوا بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا ربما بداية لأنه صادق هجرس في النهاية ربما المحطة الأساسية في هذه الفترة هي ما عرف بالأزمة البربرية. وش هي الأزمة البربرية باختصار ربما لأنه احنا نتكلموا كأنها من المسلمات لكن ربما عند كثير من المشاهدين ما يعرف وش هي الأزمة البربرية. الأزمة البربرية في 49 داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية حزب الشعب البي بي ام تي ال دي يعني التيار الوطني الاستقلالي الثوري. هذاك الوقت ظهرت أزمة تجسدت يعني عمليا في ماذا تجسدت؟ تجسدت في انه احد اطارات الحزب هذا راح مشى لفيدرالية فرنسا اللي هي كانت فيدرالية مهمة في الحزب ومرر في اجتماع تاع قيادة هذه الفيدرالية مرر توصية الموسيون في اجتماعاتها على
الجزائر الجزائرية والبعد الأمازيغي في الـ في الـ في الوطنية الجزائرية وبنوع من النقد للبعد العام. هذا هو هذا هو التفسير. خلينا نروحوا إلى فاصل إشهاري وتنفس مليح ونقول للمشاهدين تاعنا بعد فاصل إشهاري نعود نولي إلى الحديث معك. مساء الخير مشاهدي الكرام مجددا مع قاعده مع حميده. الان نرجع لك. نعم، بعد هذه الحادثه اللي كان تسبب فيها شاب هو في حتى في السن كان صغير هذا المناضل ما نذكروش اسمه الان، بعدها قياده الحزب مجسده في مصالي الحاج ربي يرحمه اساسا كانت ردت. تقصد إيماش؟ لا مش إيماش، علي يحيى الشقيق علي يحيى عبد النور احد اشقائه هو اللي كان. المهم ردة الفعل تاع قيادة حزب الشعب وحركة الانتصار ممثلة في شخص مصالي الحاج تحديدا كانت عنيفة جدا، يعني بالنسبة للحدث كانت ردة الفعل عنيفة جدا جدا جدا، ويعني أغلب الشهادات هذاك الوقت تقول أنه كان من الممكن هذه الحكاية الأزمة كان من الممكن أنه تتفادى ويتم حلها بكل سهولة، ولكن لأسباب ربما موش مجالها فيها تعقيد طويل كانت ردة فعل مصالي قاسية جدا، واتهمهم بتأسيس حزب سري اللي عرفه اللي هو حزب الشعب القبائلي البي بي كا اللي هو أصلا ما عنده حتى وجود حقيقي، يعني مجرد تهمة. وتم تصفية عدد من القيادات اللي كانت جاية من منطقة القبائل، لا رأسهم أيت أحمد حسين أيت أحمد اللي كان قائد المنظمة الخاصة أبعد بهذا بسبب هذه الأزمة، ومنهم هجرس وش يسموها حتى عمر الصديق إلى آخره. هذه المجموعة في هذا السياق هذا كانت ردة فعلهم ماذا؟ أنه القضية لا يجب أن تعامل بهذه الطريقة، يعني ما لازمش نرجعوها حرب وكذا. فخرجوا البيان تاعهم الشهير الموقع باسم مستعار تاع مقران الوطني ولا نسيت كيش الاسم وكذا. بعدها فصلوا من الحزب وراح مجموعه منهم للحزب الشيوعي. اللي حبيت نقول هنا انه انا ما اعجبني شخصيا لما قريت مذكرات هجرس ربي يرحمه انه اعطى تحليل وتفسير من أروع ما يكون لقضية هذه الأزمة، خرجها من إطار الهوية اللي كانت عادة يحطوها فيها كثير من المؤرخين والسياسيين باللي هي قضية هوية وعمالة واستعمار. لا، قال باللي هذه قضية مطروحة على مستوى الديمقراطية لداخل الحزب، يعني الحزب لم يعالجها بطريقة ديمقراطية وإنما بطريقة تسلطية. وأكثر من هذا يعني حتى في مذكراته يقول انه حتى لانه تم تصفيه اثنين من اهم الرموز تاعها تم تصفيتهم خلال الثوره يعني بعد 6 أو 7 سنوات في نظن في 55 تم تصفيتهم على يد عميروش رحمه الله، واحد كان اقاربه يعني من اقارب عميروش تم تصفيتهم. هو يقول وقالها يعني في مناسبات وثبت له الهجرس حتى مشاكل مع حزب سياسي اخر في منطقه القبائل ثبت له مشاكل حقيقيه، قال انه هذا التصفيه لا علاقه لها بالهويه وليست قضيه صراع بين عرب وقبائل وانما صراع على السلطه داخل الحركة الوطنية. لكن هذا لما يقول فقط ملاحظة، قضية الديمقراطية سيفري في الأزمة البربرية أعطى لها المنظور الديمقراطي، لكن لاحقا ما نظنش أنه لما حزب يتحالف مع نظام أحادي وعلى رأسه الهاشمي هجرش تكون الأولوية تاعه هي الديمقراطية. كان حزب شيوعي، الأحزاب الشيوعية ليست قضيتها الأساسية هي قضية الديمقراطية، فليس من المنطقي أنه يكون الهاشمي هجرس قضيته الأساسية هي قضية الديمقراطية، وهذا موضوع لا للنقاش. أنا لو كنت قاعد بعيد روحت في هذا، لأن بعد الاستقلال بعد الاستقلال اللي كانت باش الأحزاب السياسية اللي باش تولي ندار نظام الحزب الواحد. يعني هنا تجي المعنى نتاع الديمقراطية واش تناول صرا من بعد، ربما لظروف تاريخية معينة اللي مرتبطة بطبيعة حركات التحرر الوطني اللي كانت رايحة في هذا الاتجاه،
وانطلاقا من هذا يعني حتى في الفتره هذيك الحزب الشيوعي الجزائري خاطر كان يؤمن في تلك الفتره بفكره الجبهه الوطنيه يعني كانت هذا موجوده وعلى هذا يعني حتى كيدخل هو السريه وتعاملوا من بعد حتى مع بن بلة يعني في هذا المجال وكيقدموا المعارضه نتاعهم في 65 دبر يسار جبهه التحرير هو محمد حربي وزهوان هما اللي خلقوا لوير بي والتحق يعني هجرس وبشير حجري ثم هجرس من بعد بعد خطر الزوج راحوا يعني كان في السجن حربي وزهوان وتفكت تقريبا الوير بي خلقوا حزب الطليعة الاشتراكية واللي عرضوا في هذاك الوقت نوع من التحالف يعني تقريبا كان تنازل على يعني ما راحوش إلى مثل التطرف برغم أن بشير حجري كان تحت السجن وكتب كتاب معروف العسف والتعسف ومع ذلك مدوا اليد لأنهم تفهموا على نقاط أساسية اللي كانت هذاك الوقت من جانب التعليم معروفة الأخر وداروا هذاك التعالف أنا فقط بغي أن بالنسبة لواري مخالفة يعني من جيل جديد وإحنا مخضرمين سيب قال أنت من جيل جديد وهو يعني تراه من جيل مثلا كما الصادق هجرس ربما إحنا كنا صغار نسمو هاك به بسرية أنا واحد ما عرفتوش يعني حتى على المستوى الشخصي ما عرفتوش أنت ليك صورة أنت مثلا هجرس أو جيله الدليل أنك روحت إلى ترجمة كاتب ياسين يعني في هذا واهتميت حتى ما بعد الكولونيالية كنت كنت على كمال داود إسكي دان فينومين بوست كولونيال يعني ألجيريا روحت يعني ربطت يعني بمفهوم ما بعد الكولونيالية يعني واش هي النظرة نتاعك ليس فقط لهجرس هجرس هو هذا الجيل المؤسس كما كان في السياسة أو في الأدب أنا يعني النظرة تاعي كما تقول الجيل الجديد جون يعني ما عشتش بزاف للأشياء لا بنا يعني ما عشت بزاف بصح يعني كيفاش نعرفوا هجرس نعرفوا أترافير الكتابات تاعو واش كتب هي أنا النظرة اللي عنده اللي عندي على صدق هجرس هو أنه من كبار المفكرين الجزائريين وعلاش على خاطرش أنا لحد الآن كي نقرأ الكتب كي نقرأ في نظرية الأدب تلقاهم قاع من يساريين اليسار الشيوعي تلقى في الأدب في نظرية الأدب تيري إيجلتون تلقى الأخرين تلقى قاع عندهم متشبعين بالفكر الماركسي أنا واش يعني سكي فاسينو افيك صادق هجرس هو أنه عنده أيديولوجيا واحدة من البداية كي بدأ يعني النضال تاعو حتى النهاية تاعو ما بدلش الإيديولوجيا تاعو ما كانش من المثقفين المثقف العريان كيما تعيط له سي عياشي ما كانش مثقف العريان كان مثقف متشبع بهذه الأفكار وفي الأعمال تاعو في النضال تاعو اتسترا والإمبورتونس تاع يعني الفكر الماركسي هو أنه لازم نقوله من بذور الوعي النضالي في ثورة التحرير كان يعني في البداية من الاحتكاك العمال الجزائريين مع الشيوعيين في فرنسا يعني وبدأ يعني الوعي كان في البداية كان ماركس كان مع يعني الفكر الماركسي وهذا النضالي لكن الوري اللي لاحظوه مثلا خصوصية حجاسة بين خيراتين محمد الزاوي يعني حتى داخل الفكر الماركسي كان اللي كانوا نوع ما ستالينيين ودوغمائيين وكذا هو مثلا كانت عنده مرونة كبيرة يعني وبالتالي لأنه متشبع يعني بالفكر الماركسي اليساري لكن أيضا كان هو ولد الحركة الوطنية متشبع بالفكر الوطني ربما هذا اللي أعطى الخصوصية نتاع هو والدليل على ذلك بعد 91 كي انسحب من السياسة لأنه كانت عنده نظرة ربما مختلفة مع يعني تيار داخل اللي كان هو ينتمي له الحزب هو كان على رأسه اللي كانوا هما أكثر أرثوذكسية وأكثر يعني تشنج ورفض للآخر هو كان مع جبهة موسعة يعني في هذاك الوقت هجرس يعني ربما ينتقد على هذه لأنه كان أيضا في المفهوم الجبهة الموسعة إيكومبري يعني إي من بين حتى ويكون مثلا إسلامي من حقه أنه يكون دبر هذه الجبهة الوطنية ربما لهذا انسحب وراح وكمل في البحث يعني صدق هجرس ورفاقه عانوا من وطأة الحزب الواحد يجب أن نقول هذا
يعني كان فيها قمع سواء في الجامعات أو في يعني الاستراتيجية تاع حزب الطالعة الاشتراكية أنه دخل في المنظمات الجماهيرية سواء اتحاد الشبيبة اتحاد العمال اتحاد النساء. هذه المنظمات أصبحت رافد بالنسبة لحزب الاشتراكية وكان يدافع كان في وقت بومدية كان في كما قلت أنت ائتلاف ما بين حزب الطالعة الاشتراكي وتحالف مع بومدية ربي يرحمه اللي كان بشير حاج علي كان في السجن ويتعذب وبعث رسالة إلى بومدية يقول له أنا مع التسيير الاشتراكي المؤسسات ومع الثورة الزراعية. كان ذلك الزمن يعني زمن ثاني وكانت حركة وكانت فمن بعد كي جاء محمد شريف مساعدية قلوا ربي يرحمه مي ولكنه قمع الحركة هذه انت حزب الطالعة الاشتراكية داخل الجامعات وداخل وفتح فتحوا منبر للتيار الإسلامي والإسلامويين وصبحت ديزيكسبوزيسيون بعد أن كان حزب الطالعة الاشتراكية هو الذي عبر مناضليه أو عبر جمعيات أو عبر يقوم بنشاط ف تحالفات فقط إيه جاء جابوا الأرتيكل جابوا الأرتيكل 120 مادة 120 اللي تخطط في وقت حزب مساعدية وبالتالي تم تصفية كل اليساريين مش التقدميين الشيوعيين فقط ولكن كل التقدميين كل الديمقراطيين إلى آخره وأصبح فقط يعني الناس تاع الحزب الواحد وصفية المنظمة الجماهيرية وصفية الحزب. خلينا نروحوا في الفكر يعني في هذا أنا نقول هذا تاريخ اللي غادي يتحقق يعني مادام نتكلم مع الراجل يعني واش الإسامات نتاعو يعني في هذا والسياق اللي يشكل هذا الرجل اللي ما بقاش ربما هو آخر يعني من يعني كي نقولوا بشكل عام يعني هذا الجيل تقريبا تاع العشرينات جو بونس ما بقاش مهدي بينو لك حميده. المشكل انه الحركه الوطنيه عملت على تراكم الان انقطع تراكم وسطاء ما بقاوش الاخر تمت فيه التصفيه تاع عمليه الناس اللي ممكن ينقلوا هذا التراكم للجيل الجديد. صدق هجرس ما طاحش من السماء صحيح هو من الجزائريين اللي دخلوا للمدرسة الفرنسية وقراوا إلى غير ذلك والتحق عن طريق الجروب تاع بن عكنون التحق بحزب الشعب ولكن كان فيه قبل اشتغال كان فيه عملية خلق فكر جزائري عن طريق التأثر بالثقافة العربية الإسلامية التأثر باليسار الفرنسي إلى غير ذلك. هذه الأشياء هذه زائد التجاذبات اللي كانت تعيشها الجزائر سياسيا كل هذا أقدر يعمل تراكم فوق تراكم فوق تراكم. بعد الثمانينات وقعت القطيعة وقع الشرخ. هذا الشرخ هذا اللي الآن نشوف النتيجة المرة تاعو لاحظوها لأنه معرفيا الآن عندنا إطارات كثيرة في البلاد ولكن معرفيا ما عندناش إنتاج حقيقي. لماذا؟ لأننا الآن فيه نوع من التقنية المعرفية اللي طغات على التأسيس المعرفي. خليني باش ثاني نديروا التوازن رنا في هذا تكلمت على حاجة مهمة هو القطيعة عدم وجود تراكم يعني من مختلف المشارب
ومختلف الأفكار، يعني كفكر جزائري متعدد المشارب. أنا فقط بغي نربط يعني هذا يعني صح كقاعدة، لكن كنشوف اليوم مثلا شاب جامعي راه في الجامعة بوخلفة، باش نتكلم في القصة على الكتاب بوخلفة، يقوم الآن بدبر تناسب مع الذكرى نتاع الوفاة كاتب ياسين في نهاية أكتوبر، وياسين إلى جانب أنه كان مبدع ورجل مسرح، لكن في نفسه كان مفكر مبدع يعني من خلال الكتابات نتاعه. قمت الهواري بترجمة ترجمة أشعار كاتب ياسين. هل تشوف اليوم مضمون ممكن تكلم عنه في كلمة يعني أو الخلاصة من الديوان، هل لازال هذا يشكل اليوم يعني نوع من الراهن يعني الجزائري، هل بحاجة أنه يقرأ هذا وفيه شيء جديد للجزائريين تاع اليوم اللي جايينك؟ هو بالتأكيد يعني الجزائري في 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 حاجة إلى قراءة أشعار كاتب ياسين. القراء، هل هناك قراء بالإنجليزية؟ بتتر كما يقولوا عن لكتورا أفنير، سيأتي سيأتي، ولكن كاتب ياسين مش عنده وقت، يعني كل وقت والجزائريين والعالم قاع يسحق كاتب ياسين. ولكن المشكل يعني مع 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 كاتب ياسين هو أنه في بعض الأحيان نقول ياسين أنتم كنتم محظوظين، يعني أنا قريت الكتاب تاعك نبي العصيان حول كاتب ياسين، أنت عشت معه وعشت معه أكثر من 10 سنوات مع كاتب ياسين، نقول بلك تلميذ تاع كاتب ياسين، أنا يعني نتعلم منك كما يقولوا. كنتم محظوظين أنه عنده في أحد لي باساج تاع الكتاب يعني تقول كاتب ياسين رحنا نستدعي وهي يجي الثانوية في سيدي بلعباس، ثانوية سيدي الحواس، وإن كنت طالب في الثانوية. هل تظن أنه اليوم المثقف الجزائري عنده يعني نفس التشبع بالأفكار تاعه إلى درجة أنه يروح الثانوية باش ينشر الأفكار تاعه، ينشر الوعي تاعه وينشر مشكيتش يعني المثقفين تاعنا دوكا ولا الكتاب ولا نقول تتخيل انت ابو علام سنصالي يروح ولا للثانويه مشكيتش للجامعه ديجا ويا ربي يا خكا. لذلك انتم محظوظين انكم عشتوا مع ناس كما كاتب ياسين. يعني لفت الانتباه وعرضناك انك قمت بترجمه كاتب ياسين من الفرنسيه الى الانجليزيه. الان هل تشوف باللي بدا يتشكل يعني جيل اللي يقد يقرا بالانجليزيه من الشباب؟ وي على خاطر تعرف كما قال ماكس فيبر الباساج فير لا مودرنيتي، ذهب الى لا مودرنيتي لا تكنولوجي بور كيك شوز لو ديزونشونتمون دو موند، ولا تكنولوجي نهضروا على لا تكنولوجي تو نهضروا على الانجليزيه ونهضروا لونجلي ايت امبورطون، بالك وسائل الاتصال وسائل كما يقول فيسبوك كما يقول تيك توك كما يقول يوتيوب كما كاين الانجليزيه حاضره جدا حاضره جدا. لذلك انا اظن باللي الانجليزيه سي حتميه بريسك حتميه على الجزائري ولا حب يروح فيرلا مودرنيتي. انا نشوفها هكا دوكا يعني في الوقت الراهن مشكيتش باللي يعني كاين ليكتورا غرون، ميم سي يعني انا تفاجات بالكتاب يعني مشى بزاف شفتو هنا في ألجي وتو مشى بزاف والله يعني تفاجأت، ولكن ليكتورا كيما يعني كبيرة إلي تافونير كيما يقول كيما يقولوا موريس بلانشو ليفر افونير فوالا. عبد القادر أنا كنت حاب نعلق يعني قبل هذا على صادق هجرس لأنه وعلى معليش خلينا دوكا في الكتاب دوكا التاريخ دوكا خلينا في المستقبل في الإنجليزية وفي المستقبل. لا والله إذا كان نعتبره باللي نتكلموا على صادق هجرس ماهوش مهم للمستقبل ماهوش مهم نحوه كامل ما كانش مشكل، لكن لا لا لا, لا 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 تؤول ما ديناش هكا أنا نظن أنه القضايا هذه لأنه نتكلموا الآن نتكلموا على كاتب ياسين. كاتب ياسين هو منتوج تاع نفس الجيل، يعني منتوج تاع هذا الجيل المؤسس في الحقيقة في الجزائر الحديثة على المستوى السياسي والثقافي، يعني هذا الجيل اللي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية.
أنا كاتب ياسين نتذكر أنه أحداث 8 ماي اللي المقولة تاعو الشهيرة حول هذا الموضوع وين تشكل الوعي تاعو، ونظن باللي هذا تعبير على كل الجزائريين، يعني الجزائريين كلهم أحداث 8 ماي 45 هي البداية، يعني إذا حبينا ناخذها هي بداية ثورة التحرير، بدأت في 8 ماي 45، يعني بعد 8 ماي 45 الناس كلها تشكل عندها الوعي. القطيعة هذه اللي الآن راي بالمعنى السلبي ما كانش تراكم، القطيعة اللي حدثتها أحداث 8 ماي 45 وجسدوها هذا الجيل، هذه هي كانت بداية الثورة. نظن أنه إذا كان نتكلموا على المستقبل، هذا الحوار الفكري اللي انعدم الآن، هذا الحوار اللي كان موجود عندنا في الثلاثينات والأربعينات، يعني من الأمير خالد ورواح، اللي الآن انعدم، يعني الآن للأسف الشديد أحيانا دخلنا في منطق المجاملات، يعني ولينا كلنا ملاح، كلنا إيجابيين، كلنا نقدموا شيء، ولكن الحوار الحقيقي ما يتمش إلا بتناقض الأفكار وتناقض الطروحات. المهدي كلمة. لا أنا كنت حابك نسأل زميلنا كيفاش شاف الترجمة من كاتب ياسين للإنجليزية مقارنة بالترجمة اللي اندارت للعربية، نص كاتب ياسين نص صعب. كيفاه هذا كبر الكلمة هو يعني كاتب ياسين ديجا ميم سي في اللغة الفرنسية ديجا كان ان تكست يونيفرسال، كان وانا نقول باللي هو اقرب هو اسهل يعني انك تترجم كاتب ياسين للغة الإنجليزية منه انك تترجمه للعربيه ولا الامازيغيه. وعلاش؟ على خاطرش ديجا كما يقول مارتيني اللغه الفرنسيه 50% من تاعها جابت من اللغه الانجليزيه، 50% من تاعها جابته من الفرنسي، لغات متقاربه وثقافات متقاربه. وبلك كي تترجموا ايماجين انت تترجم سموحه محمد اشعار سموحه محمد للانجليزيه سيكون اصعب. لذا انا نشوف باللي من اللغه الفرنسيه للغه الانجليزيه يعني بيان سور على خاطر كاتب ياسين كان متشبع بالميثولوجيا والثقافه تاعو وبالادب الانجلو ساكسوني، يعني فولكنر كان يحب فولكنر كان. وثاني وين لقيت يعني الصعوبات بالك كي 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 يدير يعني تلميح ولا كونتي في ريفيرونس للثقافه تاع كبلوط والثقافه النور افريكان وشمال افريقيا ايتو الميثولوجيا ايتو. هذه كاين اون تكنيك دير سكون ابل فوت نوتس في التحت، تكتب كي يهضر على ديوان بار اكزومبل ديوان اون اكسبليك في التحت. سي يعطيك الصحة. في اثنين تواني نعتقد أن يعني الاهتمام تاع القراء أو الشباب، أو اكتشفت حاجة أنا بعيد عن الجزائر، يعني بعيدها يعني جسديا، ولكن شفت في أسر محافظة جدا، أسر محافظة تلقى البنت لابسة أسود كامل أسود حجاب، ولكنها تقرأ كل أدب الأجنبية وتقرأ الشعر وتقرأ شيء، يعني شيء هذا اللي ما عرفناهش، يعني هذا جديد. فحينما تكون القمامة كبيرة كان وردة دائما، وأنا ربما يعني هذا الوردة اللي موجودة يعني وي يليق لديكريبتي، يعني يليق نكتشف هذا، لأن أمامنا ربما كثير مثل من الذهب فقط نحن لا نراه. يعني وكما يقول لك كان حديث فيما معناه أنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاتوا على كلب، فالكلب كان حال فمه، قالوا يا رسول الله شوف لك الكلب كيفاه داير، قالوا شوف سنيه اللي راهي تبري. دو احنا نحاول نشوف هذا الجانب الايجابي. نعطيك مثال شوف انا بنت اختي صغيره مولات 7 سنوات، ها مولات 7 سنوات
كي دخلت للدار نشوف دايره الهاتف هذا كما قال لك اليوتيوب ودايره موسيقى فرقه مع البيش روسيه كلاسيكيه وترقص البالي. لا وهذا شوف هذا مهم يعني هذا غير متوفر يعني لا توجد مدارس يعني احنا ولكن يعني نشوف اللي كاين راه امامنا يعني راه امامنا يقرا لجيل نقول احنا كما واحد في العشرينات كما كاتب ياسين ويترجمه مثلا الى الانجليزيه ربما كانت ايضا الامنيه نتاع كاتب ياسين. يعطيكم الصحه في هذا الحصه اللي كانت متنوعه والحصه القادمه غادي يكون لك المجال باش تتكلم غادي يكون المجال خاطر في الحصه القادمه ان شاء الله غادي نتناول مالك بن نبي وايضا غادي نرجع الى المجاهد المرحوم ايضا بالمناسبه نتاع هذه الايامات فاتت الذكرى نتاعو الاخضر برقعة. مشاهدي الكرام يعطيكم الصحه واللي تابعتونا ونقول لكم استنونا وفي الحصه القادمه ونقول لكم ايضا